مرحبا وفصح مجيد ينعاد عليكم بالصحة والمحبة والفرح بالعودة لطقسنا. ربيع متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة نهاراً على الساحل، منخفضة على الجبال خلال فترة الليل، أما رطوبة فمرتفعة والبحر متوسط الموج، حرارة 119 درجة. اليوم طقسنا رح يكون غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات خلال فترة الليل. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 841، السنة الماضية 630 والمعدل عام 850. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل على الساحل 15، على المرتفعات 10، بالبقاع 7 والأرز 4، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية اليوم 17 بسرار و19 الهرمل، أما طرابلس ف20 والأرز 10، ننتقل إلى العقورة 12 وبعلبك 14، كفر دبيان 10، برمانة 18 وبيروت 21، زحلة 14 ومشغرة 15، النبطية 17 وصور 21. الرطوبة بتتراوح بين 45 و90%، حرارة سطح المي 19 درجة، وسرعة الريح بين 15 و45 كيلومتر بالساعة، ريحها بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ فلليوم 15 21، التنين 16 22، 3 16 23، والطقس عم بيكون حلو. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، حيث عم بتسجل درجات الحرارة القدس 17، 18 بعمان ودمشق 19، الجزائر 22 وتونس 26، أما باريس فعم بتسجل 16 وبرلين 12. وهيدا كان كل شيء. باي.